السلام عليكم طلاب. موضوعنا عن السيمبل ستين تكنيك، والسيمبل ستين تكنيك هي إحدى الطرق أو الميثودز المتبعة لتصبيغ العينة البكتيرية لفحصها تحت المجهر. السيمبل ستين طبعا من اسمها طلاب، اسمها سيمبل ستين. فإذا إيش تعتبر؟ تعتبر هذه الطريقة أو هذه البروسيجر من أسهل الطرق، فلذلك إيش تعتبر؟ تعتبر easy and quick way، طريقة سريعة وسهلة to determine، تستخدم بالتحديد السيمبل ستين لتحديد shape size and arrangement، وترتيب الخلايا البكتيرية تحت المجهر. فإذا الهدف الأساسي مالتها هو فحص shape والsize والarrangement، يعني بصورة عامة لملاحظة شكل الخلايا البكتيرية تحت المجهر. طيب شو تعتبر simple stain؟ simple stain طلاب تعتبر one step procedure، يعني طريقة بخطوة واحدة. وعلى هذا الأساس بالبداية إحنا شنو أطلقنا عليها؟ أطلقنا عليها simple stain، يعني عملية التصبيغ مالتها تتم بخطوة واحدة. طيب كيف راح تتم بخطوة واحدة؟ طبعا هسه لاحظوا البروسيجر راح نتكلم عنها، مجرد تحضير السمير المسحمة للعينة البكتيرية مالتي. وانتبه شو راح احضر السمير، لان السمير مختلف عن عملية التصبيغ. عملية تحضير السمير، تحضير المسحة البكتيرية طلاب، تختلف عن مرحلة التصبيغ. مرحلة التصبيغ دائما تجي بعد تحضير السمير المسحمة للبكتيريا. ولازم انتبه شلون احضر السمير اللي هسه راح نتكلم عليها، لانه دائما اتبعها هي نفسها في اغلب طرق التصبيغ. بعد تحضير السمير، مجرد انه انا اسوي لها كفرنج، تغطية بالستين مالتي، انتظر بضع دقائق، بعدها الاحظ عملية الاحظ اشكال الخلايا. طيب خلال هذه المرحلة ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي انه السيتوبلازم للخلايا البكتيرية، مثل ده لاحظ الخلية الموجودة هنا، السيتوبلازم راح ياخذ لون الستين اللي أنا دا أستخدمها. وبهالحالة من أجي أفحصها تحت المجهر، راح تظهر عندي الخلايا البكتيرية بشكل واضح باللون الصبغة اللي أنا استخدمتها. طيب شنو بعد الميزة اللي عندي بهاي بروسيجر اللي توفر ليها السيمبل ستين؟ أول شيء راح تفحص لي عن الكائن المجهري اللي أنا دا أفحصه. بهالحالة أيضا this time consuming، إنه أنا دا أستهلك أو تعطيني وقت قليل جدا، إنه أنا تعطيني نتيجة، ما أحتاج عمليات تصبيغ معقدة. simple procedure therefore easy to perform، يعني شنو؟ يعني تكون عندي طريقة جدا بسيطة لاستخدامها، ما تكون عندي جدا معقدة، خصوصا إذا أنا أريد فقط أفحص أشكال الخلايا البكتيرية. طيب أنا محدد بنوع صبغة معينة أستخدمها بالسيمبل ستين؟ لا، راح يكون هنا عندي any basic dye، أي صبغة أساسية أنت موجودة عندك بالمختبر ممكن تستخدمها. زين شنو أنواع الأصباغ اللي أنا أستخدمها داخل المختبر عادة؟ مثل صبغة عندي ميثيلين بلو، أو ممكن سفرانين. طبعا هاي من اسمها طلاب ميثيلين بلو، هاي دائما تطلع عندي باللون الأزرق. هنا أنا هاي السفرانين تطلع عندي بالريد، والكريستال فيوليت من اسمها فيوليت، فتظهر عندي تقريبا باللون البنفسجي. هسه هاي بصورة عامة أو فكرة عامة عن السيمبل ستين. نيجي على المبدأ الأساسي طبعا، وضروري طلاب نعرف عن أو نتعرف على البرنسبل. البرنسبل طلاب ضروري بأي بروسيجر، لأن هو اللي يعتبر الأساس اللي دا يحدد لي إنه أنا شلون راح أفحص الخلايا أو شلون راح تظهر عندي الخلايا تحت المجهر. البرنسبل المبدأ مال أي بروسيجر ضروري قبل ما قبل شوية تكلمنا. طيب شنو أقصد بيه البرنسبل؟ البرنسبل this stains، هاي الصبغات اللي إحنا تكلمنا عنها، سواء كانت عندي مثيلين بلو أو سفرانين أو كريستال فيوليت اللي قبل شوية تكلمنا عنها. Readily gave up hydroxide ion، عادة هذه الأنواع من الأصباغ
شنو give up طلاب؟ يعني تطي أيون اللي هو شنو؟ أيون الهيدروكسيد. بالمقابل أو شو راح يصير عندي؟ أو إلها قابلية على accept هيدروجين أيون. فيما تطي أيون أو تستقبل. بهالحالة هذا دائما شي يخلي لي which leave the stain positively charged، أو عفوا أنه دائما يجعل لي الصبغة عندي مشحونة بالشحنة الموجبة. زين أني ليش دائما أريد الصبغة عندي مشحونة بالشحنة الموجبة؟ لأنه طلاب دائما خلايا البكتيريا هنا مثل نلاحظ أيضا الشكل راح نرجع عليه مرة ثانية اللي قبل شوية تكلمنا عنه، دائما الخلايا البكتيرية مشحونة عندي بالشحنة السالبة مثل نلاحظ بهذا الشكل. السيل وول مال الخلايا البكتيرية مشحون بشحنة سالبة، فعلى مود أضمن أنه أني الصبغة مالتي راح تتوغل إلى داخل الصبغة عفوا إلى داخل الخلية وتلون ليها، لازم تكون مشحونة عندي بعكس الشحنة على مود يصير انجذاب إلى داخل الخلية. فلذلك أني أحتاج مالتي الصبغة يا أما تفقد أيون أو تكتسب أيون على مود تصير عندي، تصير عندي مشحونة بالشحنة الموجبة. وبما أنه أني دائما الخلايا البكتيرية السيل وول مالتها هو مشحون بشحنة سالبة، يعني هذا مش قابل للتغيير طلاب، بما أنه دائما البكتيريال most bacterial cell خلايا البكتيريا والسيتوبلازم is negatively charged مشحون بشحنة سالبة، فلذلك بهالحالة راح تكون عندي سهولة انجذاب الصبغة إلى داخل الخلية، وبالتالي راح تلون لي الخلية بلون الصبغة اللي دا استخدمها. نستخدم اني المثيلين بلو الخلية راح تصير عندي بلون ازرق، نستخدم الكريستال فايوليت الخلية راح تصير عندي بلون بنفسجي، نستخدم السفرانين الخلية راح تطلع عندي بلون احمر مثل ما تكلمنا قبل شوية. فاذا الفكرة الاساسية بعملية التصبيغ أو المبدأ الأساسي للتصبيغ إنه أني الصبغة اللي دا أستخدمها يا أما تشحن بشحنة عفوا يا أما تكتسب تطي أيون أو تكتسب هيدروجين أيون، وبالتالي أني دائما كتحصيل حاصل بهالحالة عملية الاكتساب أو عملية الفقدان حسب طبعا نوع الصبغة، يعني مو كل الصبغة لها قابلية تكتسب أو تفقد، بس المبدأ العام اللي دا نتكلم عنه إنه الصبغة يا أما تكتسب أو تفقد على مود تبقى مشحونة بشحنة موجبة، وبالتالي تتمكن من الدخول إلى داخل الخلية المشحونة بالشحنة السالبة. طيب راح نتكلم أيضا عن البروسيجر. نجي هنا البروسيجر يتم عندي بخطوتين أساسية اللي قبل شوية تكلمنا عنها، عملية تحضير السمير المسحة وأيضا عملية التصبيغ. هنا طلاب عملية السمير تحضير المسحة هاي جدا ضرورية انتبه لها. أنا دائما بهالحالة أنا من دا أريد أستخدم أفحص العينة البكتيريا مالتي، فأكيد أنا شنو محتاج؟ محتاج سلايد، لأن أنا أريد أنقل العينة البكتيريا مالتي إلى السلايد على مود أفحصها تحت المجهر الإلكتروني. طيب شلون ممكن راح أنقلها إلى السلايد؟ أنقلها بطريقة طلاب هنا انتبه، يا أما العينة البكتيرية مالتي اللي دا أنقلها إلى السلايد مالتي موجودة عندي أو مزروعة، أنا زارع العينة البكتيرية مالتي بتيست تيوب، وبالتالي إنه الميديا اللي دا أستخدمها ليكويد ميديا، ميديا سائلة، فبهالحالة أنا ما أحتاج شيء، أحتاج مباشرة أستخدم اللوب اللي نوهنا عنه بالمختبرات السابقة، أيضا تكلمنا عليها بالمقطع السابق اللي هو يستخدم لزراعة العينات البكتيريا. طبعا انتبه استخدمه دائما بعد عملية تعقيمه، لأن طلاب هنا بهالحالة إذا استخدمه بدون تعقيم راح يلوث لي العينة اللي دا أنقل منها، فلذلك أعقمه. انتبه قبل لا أدخله مباشرة مثل ما موجود عندي بالصورة، ما أدخله مباشرة إلى داخل التيست تيوب، هنا ايش راح يصير عندي؟ انتظره يبرد شوية، يلا ادفع اللوب الى داخل التيست تيوب مثل ما موجود عندي. طيب بهالحالة بما انه هي اصلا الميديا ليكويد سائلة احنا دا نتكلم عنها، ميديا سائلة، فمباشرة انقل من اللوب
اللوب طلاب، بما انه هو حلقه موجوده عندي بنهايه اللوب، فهي هاي الحلقه راح تشيل عندي خلينا نقول قطره او كميه قليله جدا من الميديا السائله او الوسط الزرعي البكتيري السائل. فبهالحاله مباشره ارفعها من التيست تيوب، وين راح اجي انقلها؟ انقلها اخليها على السلايد مثل ما موجود عندي، انزل القطر على السلايد. طبعا بهالحاله طلاب السلايد راح يكون عندي بهالصوره. من انقل القطره الى وسط السلايد او احطها بوسط السلايد، عفوا اضيفها في وسط السلايد، هنا انا مو اخليها فقط في المنتصف السلايد واتركها، لا، مو اني باستخدم اللوب. ايش اسوي؟ اسوي عمليه نشر جدا رقيقه، يعني مو تكون عندي عمليه التوزيع مالتي للعينه عنيفة بحيث ممكن أنه أني أتلف الخلايا البكتيريا، لا، عملية مسح جدا رقيقة وتكون عندي واسعة على مود أحاول قدر الإمكان أحصل على مسحة خفيفة جدا من الخلايا البكتيريا. هنا أنا طلاب الغاية من عملية نشر العينة مالتي أحصل على المسحة مالتي تكون عندي ثن رقيقة، وبالتالي الخلايا البكتيريا ما تكون متكدسة الوحدة فوق الأخرى. بالتالي من أجي أسوي عملية ستينينج الخلايا تكون عندي واضحة منتشرة، فبهالحالة تكون عندي عملية الفحص جدا سهلة. هاي إذا أنا ردت شنو؟ هاي إذا ردت أخذ العينة البكتيريا مالتي مين؟ من ليكويد. لا، ممكن بعض الأحيان أنه أنا ما حاطها على ليكويد، وين حاطها؟ حاطها لاحظ الحالة للأسفل من عندها، وش وين حاطها أنا؟ حاطها بطبق أقار. بهالحالة إيش راح أسوي؟ أنا أيضا محتاج أنقلها على السلايد. قبل طلاب هنا نلاحظ العملية اللي الخطوة اللي قبل الأقار، إيش دا ألاحظ؟ دا ألاحظ إنه أنا السلايد ضفت له H2O، بعدها إيش سويت باللوب؟ نقلت كولوني جدا صغيرة. شلون أنواع المستعمرات اللي اتكلمنا عليها بالمختبر السابق، المستعمرات اللي تنمو عندي على سطح الطبق، مستعمرة جدا صغيرة التقطها باللوب. شو راح أسوي؟ راح أجي أحطها فوق القطرة اللي حطيتها بالبداية. يعني أول شيء، أولا أحط السلايد عليها قطرة مي، بعدها راح أرفع كولوني. وين راح أخليها؟ راح أخليها فوق قطرة المي اللي حطيتها فوق السلايد. بهالحالة ايش راح اسوي؟ هنا انا ننتبه طلاب ايضا، هذا السلايد عندي، اول شي سويت حطيت قطرة المي، بعدها جيت سويت جيت ضفت الكولوني، هذا شنو عندي؟ ديستل ووتر اللي هو قطرة، بعدين جيت شنو ضفت لها؟ ضفت لها الكولوني. بعد ما اضيف الكولوني على الديستل ووتر ايش راح اسوي؟ ايضا نفس الفكره اللي سويناها بالخطوه الاولى، اسوي عمليه نشر الكولوني، مزجها مع الماء، وبنفس الوقت راح ننشرها على سطح السلايد ايضا على مود اضمن انه الخلايا البكتيريا مالتي تتوزع وتنتشر، وبالتالي تظهر عندي السمير اللي هو المسحه اللي اذا نتكلم عليها بصوره جدا رقيقه. بما انه اني كلتا الحالتين اللي تكلمنا عنها، بالأول أنه أني أخذتها من وسط سائل، والثانية أني استخدمت ديستل ووتر، فبكلتا الحالتين شنو أتوقع؟ أكيد أتوقع السلايد بعد ما جاف، فشنو أنتظره؟ أنتظره يصير عندي air dry، أنه جف بالهواء أو في السلايد. عندي مثلا وين دا أشتغل بالمختبر على البنج مالتي، أعوف أخلي يمي جف من واحدة. بالليكويد ميديا هو أصلا سائل، سواء هنا أيضا استخدم الديستل ووتر أيضا نفس الحالة أتركه يصلب، عفوا يجف. بعد ما يجف عندي السلايد بكلتا الحالتين، هاي هنا أنا طلاب عندي خطوة جدا مهمة ضروري أنتبه لها. إجداء لاحظ هنا نركز هنا أنا طلاب، هاي هنا أنا الخطوة أسويها أو عفوا نطلق عليها الفيكسيشن اللي هو التثبيت، وهاي الخطوة جدا ضرورية. يعني ايش اسوي؟ بعد ما يجف عندي السلايد بالغرفة بجو الغرفة، ايش راح اسوي؟ راح اجيب البيرنر مارتي
أمرر على السلايد 3 إلى 4 مرات. طبعاً العينة مالتي هنا تكون لي فوق، مو أخليها للأسفل، أتلفها هنا للأعلى. العينة مالتي شو أسوي له؟ بس مرور يمر عندي من خلال اللهب، ما أخلي عليه أسلط عليه مباشرة، يعني شلون كأنما أطببه مع اللهب وأطلعه، أطببه وأطلعه تقريباً من 2 إلى 3 مرات. هاي الخطوة طلاب يطلق عليها بالفيكسيشن، وهاي الخطوة تكون عندي جدا ضرورية، الغاية من عدم تثبيت الخلايا البكتيرية على سطح السلايد، وبالتالي أثناء عملية الغسل من أني أجي أحضر العينة البكتيرية مالتي ما ممكن أنه أني أفقد الخلايا، فلذلك تكون عندي عملية الفيكسيشن جدا ضرورية. هاي الخطوة أو طلاب الاسمير، عملية تحضير المسحة اللي تكلمنا عليها، هذه كلها السمير preparation جدا ضرورية، تحضير المسحة، لأنه ممكن أكررها وأستخدمها مو بس فقط مع simple stain، مع تكنيك تصبيغ ثاني، فلذلك هنا هذا العملية السمير، عملية تحضير المسحة جدا عندي ضرورية، ما إلها علاقة بعملية التصبيغ، عملية التصبيغ تتبعها تجي بعدها، فإذا هنا ضروري أنتبه على عملية السمير preparation. طيب راح ننتقل على الستيب 2 اللي هي التصبيغ اللي احنا دا نتكلم عنه. شلون راح اصبغ العينة البكتيرية مالتي؟ هنا بهالحالة راح نجيب السلايد بعد ما سويت له فيكسيشن، هذا السلايد من هنا اجيبه بعد عملية الفيكسيشن، وين راح اوديه؟ مباشرة. شنو نوع الصبغة اللي موجودة عندي بالمختبر؟ دا استخدم ميثيلين بلو، ممكن استخدم كريستال فايوليت، او ممكن استخدم سفرانين، اي صبغة من ذولي الاثنين ممكن انه اني عفوا الثلاث استخدمهم. شنو انت موجود عندك بالمختبر؟ شنو اني موجود عندي استخدمه؟ بالحالة البروسيجر اللي موجود عندنا اللي هو الميثيلين بلو مستخدمها، فمباشرة ايش راح يسوي؟ يجيب السلايد، رأسا يضيف الميثيلين بلو فوق المسحة البكتيرية، يعني بعد عملية تحضير السمير مباشرة راح اضيف الميثيلين بلو. يعني طلاب هنا ننتبه، يعني عندي هاي الخطوة من هنا، هذا السلايد بعد تحضير السمير مباشرة أجيب السلايد، إيش راح أسوي له؟ رأساً راح أضيف الميثيلين بلو أو ممكن الكريستال فايوليت أو السفرانين، بعدها راح أنتظر دقيقة دقيقتين، بعد الدقيقة أو الدقيقتين راح أغسله بالديستل ووتر. بعدها طلاب هاي عندكم خطوة الأيودين أريدكم تشطبوها، لأنه هي مو خطوة ضرورية، مو خطوة أساسية، هذه هنا نرفعها. رأسا أخلي الميثيلين بلو بعد دقيقة أو دقيقتين من الانتظار أغسلها بالديستل ووتر، بعدها إيش راح أسوي؟ ممكن أستخدم فقط إنه أستخدم الفلتر بيبر اللي موجود عندي على مود أسوي تنشيف رقيق، إنه فقط أسوي عملية طرق تنشيف بسيط للسلايد، عفوا تنشيف بسيط بدون ما أتلف العينة. إذا أنا عندي فلتر بيبر أنتبه من الجوانب أنشفه بصورة جدا رقيقة على مود لا أتلف المسحة مالتي، بعدها مني يزيل عندي المي الزائد أترك على صفحة لحد ما يجف السلايد تماما. بعدها أجف السلايد مباشرة على المجهر للفحص. الخلايا راح تظهر عندي بأشكال مختلفة، ممكن تظهر عندي هنا الخلايا، هسه هنا الخلايا لاحظها هنا تظهر عندي كوكس، عفوا كروية، أو ممكن هنا تظهر عندي الخلايا رودز. فبهالحالة أما تظهر عندي كروية أو حسب أشكال الخلايا البكتيرية اللي موجودة عندي.
هنا بهالحالة ننتبه على ملاحظة جدا مهمة طلاب، إنه الخلايا البكتيرية ما مقيدة عندي باللون، يعني ممكن هسه الخلايا اللي موجودة عندنا هنا بالحقل المشار إله اللي دا نتكلم عنه دا تظهر عندي باللون البنفسجي عفواً أو باللون الأزرق، ممكن تظهر أستخدم صبغة أخرى اللي هي السفرانين تظهر عندي بالريد، ممكن أستخدم الكريستال فيوليت وبهالحالة تظهر عندي باللون البنفسجي، فإذا مو شرط راح تكون عندي بهذا اللون. والعكس بالنسبة للإكزامبل الثاني، هنا ظهرت عندي بلون أحمر عصويات رودز طلاب، يعني عصويات هنا رودز وهنا كوكس يعني كروية، هنا ألاحظها كروية وهنا عصوية، فبهالحالة ممكن أيضا تظهر عندي بالبلو، ممكن تظهر عندي بالكريستال فيوليت اللي هو البنفسجي. فإذا هنا ممكن تكون عندي العملية معاكسة بالألوان. ليش طلاب هنا؟ لأنه عملية التصبغ بالسمبل ستين أنا ما متقيد بالصبغة، أنا مجرد أريد أسوي فحص لأشكال الخلايا البكتيرية. فإذا السمبل ستين الهدف الأساسي من عندها فحص أشكال الخلايا وعملية التجمع. يعني شنو أقصد بها عملية التجمع؟ يعني طلاب عملية التجمع ممكن بعض الخلايا البكتيرية تظهر عندي متجمعة كرويات بس بشكل عناقيد، شلون هنا أنا موجودة عندي، أو ممكن بعض الأحيان لا ما تظهر عندي بشكل عناقيد، تظهر عندي كرويات بس متجمعة عندي بشكل سبحة أطلق عليها ستريبت، أو ممكن تكون عندي ثنائية مثل هذه. فإذا حسب نوع الخلايا البكتيرية هذا أطلق عليه طلاب الأرينجمنت، أقصد بالترتيب، يعني جميع أو مجموعات الخلايا البكتيرية البكتيريال سيل شلون راح تكون عندي. طبعا هذا يعتمد عندي حسب نوع البكتيريا. المهم الفكرة الأساسية لنركز عليها إنه الهدف الأساسي من السمبل ستين هو تصبيغ الخلايا البكتيرية والفحص عن الشكل والسايز والارانجمنت للخلايا البكتيريا. ضروري طلاب نعرف شنو هي السمبل ستين، شلون ممكن تشتغل، شنو انواع الستينز الاساسيه اللي ممكن استخدمها، هل انه اني محدد بصبغه معينه او ممكن استخدم اكثر من سمبل اكثر من ستين معين، وايضا ضروري اعرف البرين سيبل الأساسي اللي تكلمنا عنه قبل شوية مال البروسي. فإذا هاي الأشياء الأساسية اللي تكلمنا عنها بالسمبل ستين. بالتوفيق طلاب.